يا أبانا الذي في السماوات. فلنشكر لنا على الخيرات الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه وأشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. وأيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذه اليوم المقدس كل أيام حياتنا في كل سلام والضبط الكل. يا رب إلهنا أيها السيد الرب الله ضابط الكل أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي سائر الأحوال. سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك، أشفقت علينا وعضدتنا وأتيت بنا لهذه الساعة. من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، نحن ربنا عبر هذا اليوم كل أيام حياتنا يا رب، كل سلام مع مخافتك، كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان، مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين، انزعها يا رب عنا وعن سائر شعبك، عن موضعك المقدس هذا، عن اجتماعنا هذا. أما الصلاحات والنفعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالنعمة والرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من قبله المجد والكرامة والعزة والسجود طليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان ولا ظهر الدهور آمين. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفتك أمحو إثمي ومن خطيئتي طهرني، لأني عارف بإثمي خطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر أمامك صنعت، كي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكمت، لأن هذا بالإثم حبل بي وفي الخطايا ولدتني أمي. لأنك هكذا قد أحببت الحق إذ أوضحت لي غوامة حكمتك ومسطوراتها. انضح علي بزفاف فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من السلم، تسمعني سرورا فرحا فتبتهج لهم متواضعا. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل أسامي، قلب نقي اخلق فيا يا الله، روحا مستقيما جدد فيا أحشائي. لا تطرحني من أمام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، امنحني بهجة خلاصك وبروح رئاسك عضدني، فأعلم الأسام تركك والمنافقون إليك يرجعون. نجيني من الدماء يا الله إلى خلاصي فيبتهج لساني بعد. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك، لأنك لو أثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحروقات. فالذبيحة لله الروح المنسحب القلب المنكسر والمتواضع لا يرفضه الله. انعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تقرب ذبائحك البر قربان ومحرقات، حينئذ يقربون على مذبحك العجول. هللويا. ابشر سانان خنفران خنبيوت نبشيري صلواتك تذبحت النوم نقدمها للمسيح ملكنا ولهنا، نرجو أن يغفر لنا خطايانا من مزامير وتلاتين معلمنا داود النبي والملك بركاته علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي لتكن أذناك موسيقتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفس الرب من محرس الصبح إلى الليل. من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب، عظيم هو خلاصه وهو يفتدي إسرائيل من كل أسامه. هللويا. يا رب لم يرتفع قلبي ولم يستعلى عيني، ولم أسألك في العظائم ولا في العجائب التي هي أعلى مني. فإن كنت لم أتضع لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه، كذلك المجازع عن نفسي. فليتكل إسرائيل على الرب من الآن وإلى الأبد. هللويا.
نصلي مع بعض. ها باركوا الرب يا عبيد الرب القائمين في بيت الرب في ديار إلهنا في الليالي. ارفعوا أيديكم أيها القدسون وباركوا الرب. يبارككم الرب من صهيون الذي خلق السماء والأرض. هللويا. لوكاس يتلمون قدوس 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 بطلم بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوكا الإنجيل البشير بركاته علينا آمين. وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان برا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بوحي من روح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب، فأقبل بالروح إلى الهيكل، ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع عنه كما جاء في الناموس، حمله سمعان على ذراعه وبارك الله قائلا: الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته قدام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدك لشعب إسرائيل. جميل يكمل قول الله بسلام. نجد لك أيها المسيح إلهنا مع بيك الصالح والروح القدس، لأنك يا رب أتيت وخلصتنا يا رب ارحمنا. هو ذا عتيد أن أقف أمام الدين العادل مرعوبا ومرتعدا من كثرة ذنوبي، لأن العمر المنقضي في الملاهي يستوجب الدينونة. لكن توبي يا نفسي ما دمت في الأرض ساكنة، لأن التراب في القبر لا يسبح، وليس في الموت من يذكر، ولا في الجحيم من يشكر. بل انهضي من الكسل وتضرع للمخلص بالتوبة صارخة. ثابتا وهذا العالم وابدا لكانت لك يا نفس حجه واضحه، لكن اذا انكشفت افعالك الرديئه وشرورك القبيحه امام الديان العادل، فاي جواب تجيبينه وانت على سرير الخطايا منطرحه وفي اغضاع الجسد متهاونه؟ ايها المسيح الهنا الكرسي حكمك المرهوب افزع، والمجلس زينوناتك اخشع، والنور شعلهوتك اجزع. انا الشقي المتدنس الراكد على فراشي المتهاون في حياتي، لكني أتخذ صورة العشار كرى عن صدري قائلا: اللهم اغفر لي فإني خاطي. أيتها العذراء الطاهرة أسبل لذلك السريع المعونة على عبدك، وبعدي أمواج الأفكار الرديئة عني، وانهدي نفس المريضة للصلاة والسهر لأنها استغرقت في ثبات عميق. فإنك أم قادر رحيم معينة، والذي ينبع الحياة ملك وإله يسوع المسيح رجائي. أبانا ومتزايد بركة اسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبد. فإنك رب كمثل اتكلنا عليك، لأن أعين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعامهم في حيني. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أكثر الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وإلى الأبد أمين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنير لي برك. يا رب رحمتك دائما للأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضهم، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت الرب وقلت ارحمني خلص نفسي، فإني أخطأت إليك يا رب التجأت إليك، خلصني علمني أن أصنع مشيئتك. وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب نعاين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك، برك لمستقيم القلوب. لك تجب البركة، لك يحق التسبيح، لك ينبغي التمجيد، أيها الآب والابن والروح القدس الكائن منذ البدء والآن وإلى الأبد أمين. جيد هو الاعتراف للرب والترتيل لإسمك أيها العلي، وأن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك في كل ليلة. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي وضع من عذار ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله القوي قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الاموات وصعد الى السماوات ارحمنا. مجد الآب والابن والروح القدس الان وكل اوان ولا دهر الدهور امين. يا استاذ قدوس ارحمنا، يا استاذ قدوس ارحمنا، يا استاذ قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا اسامنا، يا رب اغفر لنا زلاتنا. افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من اجل اسمك القدوس. ابانا واخواتنا الذين رقدوا يا ربنا احنا نفوسهم، يا
يا من بالخطية يا رب ارحمنا، يا من بالخطية يا رب عنا قوة البطن إليك، لأنك المجد والعزة والتقديس المثلث يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين. اللهم اجعلنا مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات. سلام لك نسألك أيها القديسة ممتلئة مجد العذراء كل حين والدة لله أم المسيح السيدة صلواتك إلى ابنك حبيبا كلنا خطيئان السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي مسيح الله عذراء القديسة اسأل الرب عنا ليصنع مع رحمة وكلنا خطيئان أيها العذراء مريم والدة لله القديسة شفيعة الأمينة لجنس البشري اشفاعي فينا أمام المسيح الذي ولدت لكي ينعم لنا بغفران خطيئان السلام لك أيتها العذراء الملكة الحقيقية قالت لنا عمانوئيل أسألك أن تكون أيتها الشفيع الأمين أمام ربنا والمسيح ليغفر لنا خطيئنا زمك أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة لله لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا المجد لك يا سيدنا ملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس وغفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقه نؤمن باله الله نعبد كل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور لاحق من لاحق مولود غير مخلوق ساوي الآف الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس وصلب عنا على عهد بلاطس بولتي تألم وكبر وقام بين الأموات اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس المقيد نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له جده مع الآب والابن والناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي أمين. هنرابع مع بعض الشباب هيبدأوا والشابات هيردوا معنا. يا رب اسمعنا وارحمنا واغفر لنا خطايانا امين كريا لايسون كريا لايسون يا رب ارحم كريا لايسون كريا لايسون اسمعنا وارحمنا كريا لايسون كريا لايسون ارحمنا يا الله كريا لايسون كريا لايسون يا رب ارحم كريا لايسون كريا لايسون اسمعنا وارحمنا كريا لايسون كريا لايسون ارحمنا يا الله كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون كريا لايسون قدوس 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 رب السباوات السماء والأرض مملوءتان من مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل أيها الثالوث المقدس ارحمنا أيها رب الإله قوات كن معنا إنه ليس معين في شيء حل وأصفح واغفر لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة الخافية والظاهر يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس
الذي دعي عنيد كرحمتك يا رب وليس خطيان. اللهم اجعل المستحقين نقول بالشكر يا رب. يا رب جميع ما أخطأنا به إليك في هذا اليوم إن كان بالفعل أو بالقول أو بالفكر أو بجميع الحواس فاصفح واغفر لنا من أجل اسمك القدوس كصالح محب البشر. أنعم علينا بالسلم بهذا النوم طاهر من كل قلق وارسل لنا ملاك سلام ليحرسنا من كل شر ومن كل ضربة ومن كل تجربة العدو بالنعمة ورأفات حبة البشر اللواتي لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من قبله يريك الكرام والعز والروح القدس المحي المساوي لك الآن كل أوان وإلى ظهر الدهور آمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض المسجود له المجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحن الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أن الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحب أدعى الكل بالخلاص لأجل الموعد بخيرات المنتظر. يا رب اقبل منا في هذه الساعة وكل ساعة الباطن ساحل حياتنا وارشدنا العمل بوصياك قدس أرواح طهر أجسام قوم أفكار نق نيات اشفى أمراض واغفر خطيان ونجينا من كل حزن رديء ووجع قلب وحدنا ملائكة القديسين لكي نكون بمعسكرهم محفوظين ومرشدين لنصل إلى اتحاد الإيمان وإلى معرفة مجدك غير المحسوس وغير المحدود أنك مبارك إلى الأبد آمين. أخيراً يا رب وليس آخراً أسكر يا رب كل إنسان وقف أمامك وأسكر يا رب تجمعنا هذا حل بروحك القدوس يا رب في وسطنا انزع يا رب عنا كل أحزان الخطية انزع عنا يا رب كل مرض وكل تعب يا رب وكل بؤس في هذه الحياة يا رب انظر إلينا يا رب يسوع والمسنا الآن يا رب بإيدك الشافية بشفاعة السيدة العذراء مريم وجميع مصاف القديسين اسمعنا لما نقول لك بشكر. يا أبانا الذي في السماوات ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الكفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير للمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد من أبدا. بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. بشكر حضراتكم ويعني بقول برافو عليكم جيتوا وحضرتوا الصلاه معنا. بعتبر ان وجبه الصلاه دي يعتبر يعني اثمن وجبه في اليوم كله بجد واللي بيفقدها بيفقد بركه كبيره قوي. الكنيسه هي جماعه المؤمنين. جماعه المؤمنين ان احنا كلنا ونقف مع بعض كده ونقدم تسبيح ونقدم شكر ونقدم صلاه لربنا. زي ما وقفنا كده وتسبحنا مع بعض تعالوا كلنا مع بعض نرتل بصوت واحد بفهم معلمنا يعقوب الرسول بيقول ايه مسرور احد فايه فليرتل. تعالوا بقى نرتل كده هم مع بعض ونفرح بعمل ربنا معانا النهارده وبصوت حلو كده وبنغم حلو نقول لربنا احنا بنحبك وفرحانين ان احنا موجودين في بيتك وبنرنم كده انشوده حلوه. لو الترنيمه مش عاجباكم ارفع ايدك لو سمحت هنغيرها بجد هنقول ترنيمه انت عاوز تقولها عشان تقول معانا واللي مش عارف الترنيمه يقول لنا ستوب نقول مره واثنين ممكن نقول بيت واحد نقوله بفهم ونقوله كلنا مع بعض يعني مش شرط نقول اثنين ثلاثه اربعه ومحدش بيقول اتفقنا.
يبقى خلينا كده نرتل مع بعض بفهم وبفرح. تطلوني اللي مش هيقول يبقى مش عارف، يبقى هنقف ونعيد من أول وجديد عشان خاطر كلنا نرتل مع بعض. مساء الخير، كل سنة طيبين. النهاردة هنبدأ يومنا إن شاء الله، كل الترانيم معنا إن شاء الله هتكونوا عارفينها وتكون مفرحة كده لينا كلنا. فحابين إن احنا نشارك مع بعض، وياريت فعلا ناخد بركة التسبيح، لأن الترانيم دي فعلا بركة، بركة لينا كلنا، وكلماتها بتبقى واصلة، بتبقى يعني ربنا بيبقى من خلالها بعت لك رسالة. فأنت ركز في الكلمات الترانيم وحاول تحس بيها، وحاول إنك تخليها تلمسك من جواك. فلو هنفضل نتكلم العمر كله على الترانيم مش هنوفيها بصراحة، يعني جمالها وروعتها يعني. فنبدأ مع بعض ترنيمة تختفي الأحزان بقربك. تختفي الأحزان في قربك، تشيف القلب اللي حبك، تتعيف الروح اللي ملكك من عقوبتها وديونها. الديون انت دفعها، والحمول انت رفعها، والصلاة بتستمعها، والنفوس بتشيل همومها. لو هموم زايدة وزايدة، والحلول مش جايبة فايدة، انت بتنجي وتنقذ. يا معين يا معين، ارحم حبيبك يا يسوع، اظهر عجيبك. ياخدنا منك ولا مين يفصلنا عنك، ياللي شارينا بدمك، ياللي وبعينيك انت حارسنا راعي، وبتحرس نفوسنا، صن بيوتنا وكنايسنا، مش هنطمن بدونك. لو هموم زايدة وزايدة، والحلول مش جايبة فايدة، انت بتنجي وتنقذ. يا معين يا معين، ارحم يا يسوع، اظهر عجيبك. خلاص مررنا، يمشي للي يعود نهرنا، طول ما فوق عتب ديارنا، دمك المرشوش علامة بالعلامة، دي خلصنا بالصليب، وإن أسود جات افترسنا، هيكون حمانا. لو هموم زايدة وزايدة، والحلول مش جايبة فايدة، انت بتنجي وتنقذ. يا معين يا معين، ارحم حبيبك يا يسوع، اظهر عجيبك.
شكرا على المشاركة الحلوة بصراحة. نعم معلش يعني كويس ان الدنيا مشيت يعني. الترنيمة الثانية ترنيمة افرحي جاي المسيح، ترنيمة يا كنيسة افرحي جاي المسيح سمعناها قبل كده، اتمنى ان احنا نشارك فيها برضو. عايشينها للي فدانا، نستنى يجيب نوره يملانا، والأيام كلها معنا، والمسيح يجي لبيتنا يودينا. يا كنيسة افرحي جاي المسيح، وصاري نار بالمصابيح والبيسي بالفرح التسبيح، والمسيح عالساحة جاي لينا. أرضنا في أواخر الأيام، والعلامات بتخبر قبل الكلام، والمكتوب نوره يكشف الظلام، والمسيح قلوي ما خب علينا. يا كنيسة افرحي جاي المسيح، وصاري نار بالمصابيح والبيسي بالفرح كوب التسبيح، والمسيح عالساحة جاي لينا. والدموع هو بإيده هيمسحها، والأجساد نورانية نلبسها، والأكاليل قدام عرشه نطرحها، والمسيح مجده هيملى علينا. يا كنيسة افرحي جاي المسيح، وصاري نار بالمصابيح والبيسي بالفرح دوب التسبيح، والمسيح عالساحة جاي لينا. بنعيش له وقلوبنا في السماء كل يوم، والغربة لسه ما بتشوقنا، والمسيح هو كل مالينا. يا كنيسة افرحي جاي المسيح، وصاري نوري بالمصابيح والبيسي بالفرح دوب التسبيح، والمسيح عالساحة جاي لينا. يا كنيسة افرحي جاي المسيح، وصاري نار بالمصابيح والبيسي بالفرح دوب التسبيح، والمسيح عالساحة جاي لينا. حياتنا عايشينها للي فدانا، نستنى يجيب نوره يملانا، والايام كلها معانا، والمسيح يجي لبيتنا يودينا. يا كنيسة افرحي جاي المسيح، وصاري نار بالمصابيح والبيسي بالفرح دوب التسبيح، والمسيح عالساحة جاي لينا. يا كنيسة افرحي جاي المسيح، وصاري نار بالمصابيح والبيسي بالفرح دوب التسبيح، والمسيح عالساحة جاي لينا. تعيش وتصل. شكرا مش. تعيشوا وتسبحوا. من وقت للتاني كده فعلا الواحد بيبقى محتاج يفوق كده بترنيمة ايه تنشطه يعني.
كان عندي سؤال ليكم النهارده، عايز حد يشاركني. في كلمة معتادة كده كلنا متربين عليها في مجتمعنا، بس كنت يعني حابب أوصفها أكتر. يعني حد يقول لي التوصيف بتاع حياتنا الخارجية، أو لما ناس تعرف حاجة عن حد مثلا، ده بنسميه إيه في المجتمع بتاعنا؟ إيه؟ ليه توصيف، ليه اسم معين؟ ايه؟ يعني انت قربت، يا كل ده صح؟ ها؟ برام؟ مش سامع؟ ثواني يا علاء بليز. ماشي، يعني مثلا لما نيجي نقول فلان ده كذا وكذا 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 وكذا، سواء حلو او وحش باي ذا واي، فدي بنسميها ايه؟ يعني يعني حياته دي واصلة لحتت كتير جدا او ناس تعرفه، دي بنسميها ايه؟ لا. ها بالظبط، السمعة. سمعته، الكلمة دي كانت معتادة قوي في الكوميونيتي بتاعتنا. فسمعة الشخص هي حياته الخارجية ايه مع الناس، سواء كان كويس وحش whatever، ايا كان بقى صفاته، بيعمل حاجه كويسه بيعمل حاجات وحشه whatever. فسمعتنا او حياتنا الخارجيه هي سمعتنا قدام الناس. النهارده عايز اقول لكم ان حياتنا الداخليه هي سمعتنا قدام مين؟ قدام ربنا. فتخيل الواحد بيسعى قد ايه علشان خاطر يخلي سمعته كويسه قدام الناس، ويحافظ قوي ان محدش يقول عليه كلمه مش كويسه. بس فكر نفس التفكير او في نفس الاتجاه بالظبط، ان سمعتك الداخليه او حياتك الداخليه هي سمعتك قدام مين؟ قدام ربنا. كل فكر مش كويس، كل كلمه مش كويسه، كل نظره، كل حتى ربنا قال لو في حاجه كويسه انت كنت ممكن تعملها وما عملتهاش فدي ممكن تكون خطيه. فحتى لو في حاجة كويسة بسرعة عملها، لأن دي سمعتك قدام ربنا. ساعات كتير بنبقى نفسنا نبتدي بداية جديدة، نفسنا نتعلم من أخطائنا، نفسنا تكون يعني نحلي سمعتنا زي ما بيقولوا، فرصة نفسنا جديدة. ناس كتير بتعيد حساباتها، وناس كتير بتبتدي تفكر من تاني، ناس كتير لو في لخبطة في حياتها بتحاول تزبطها. فالنهاردة فقرة مع علاء، هو محضر لنا موضوع حلو عن السنة الجديدة وإيه اللي ممكن نعمله وإيه اللي ممكن نرتبه في حياتنا فيها. تفضل علاء. مساء الخير يا جماعة، عاملين إيه؟ كل سنة طيبين. إحنا النهاردة هنتكلم على موضوع اجتماعي تحفيزي لكل واحد فينا، وأكيد مهم لكل واحد فينا. فأنا مجهز لكم زي 6 دروس كده هنتعلمهم مع بعض، وممكن نناقشهم مع بعض. يعني انا مش محضر حاجات كتيره فيهم، بس يعني احنا ممكن نتكلم فيهم مع بعضينا ونطلع كل واحد عنده ايه من جوه ممكن يتكلم فيه. فاحنا عندنا اول حاجه بتقول لا لتاثير الماضي. كويس، اي حد نفسه يعمل اي حاجه دلوقتي ما يبصش للماضي بتاعه. الماضي ده ممكن يكون حاجات حصلت قديمه في الماضي مش بتاعنا، ممكن تكون حاجات عجزتنا، حاجات وقفتنا عن طموحنا، حاجات يعني ما وصلتناش للي احنا كنا عايزين نبداه زمان. فاحنا دلوقتي مع بدايه سنه جديده عايزين نبدا حاجه جديده، يعني عايزين نفكر نشوف ايه اللي احنا وقعنا فيه زمان غلط وما نكرروش تاني. يعني كل اللي حصل زمان دي كانت خبرات وتجارب سابقه وحاجات مش موجوده في الوقت الحالي، فاحنا ننساها خالص ونبدا بدايه جديده مع السنه الجديده. وكمان في حاجة تانية، احنا اصلا ما بنقدرش نغير الماضي، الماضي ده عدى وفات، فاحنا دلوقتي لازم نفكر في اللي جاي ايه، احنا ايه امكانياتنا عشان نقدر نحققه. الخطوة التانية اللي احنا ممكن نتكلم عليها، انت مين؟ يعني دلوقتي انت مين اصلا في الاساس؟ يعني انت امكانياتك ايه؟ انت عندك ايه؟ انت طموحك ايه؟ ايه اللي انت بتفكر فيه؟ ايه اللي انت نفسك تعمله؟ انت لازم تحدد هدفك، انت عايز تعمل ايه من الاول للاخر؟ دي حاجة يعني من أهم الحاجات اللي تخليك تحقق اللي أنت بتحلم فيه. يعني أنت تشوف إمكانياتك إيه في الأول
وتحاول تبني على الإمكانيات دي وتشوف أنت تقدر تعمل إيه وتبني عليها. من الحاجات التانية اللي هي ممكن تبقى كويسة في بداية السنة الجديدة إن هو ما فيش تنظيم أصلاً كان للفوضى. دلوقتي أنت مثلاً بيبقى عندك يومك كله مشغول بسبب ظروفك، شغلك، وقتك مع الناس، فحاجات فيومك مش مترتب. يعني أنت بتبقى عندك حاجات كتير عايز تعملها بس يعني ظروفك مش سامحة الكلام ده. فأنت مثلاً عامل زي مثلاً لما تدخل أوضتك وأوضتك فيها حاجات كتيرة مش مترتبة وأنت عايز تدور على كل الحاجات اللي فيها وأنت مش لاقي، فلو أوضتك مترتبة ومتزبطة هتعرف تلاقي كل اللي أنت عايز تعمله. من الحاجة الرابعة اللي مهمة برضو، أنت مدير حياتك وليس موظف. في فرق كبير بين المدير والموظف. الموظف ده بيمشي على قوانين ولوائح، وآخر الفترة اللي هو بيشتغل فيها بياخد المرتب بتاعه. لكن المدير بالنسبة لنا هو راجل ما بيمشيش بروتين. هو أهم حاجة بالنسبة له إن اليوم إن الشغل يكمل على أجمل وجه كويس. هو ملوش أي دخل الشغل مش إزاي يتعامل إزاي، بس أهم حاجة بالنسبة له الإنتاج الأخير اللي هو لازم الشغل يبقى بيرفكت. إحنا دايماً في حياتنا بناخد دور الموظف. يعني مثلاً حياتنا ماشية إزاي، مش مهم حياتنا ماشية إزاي، المهم إن هو يوم بيعدي وخلاص. ما فيش فيه إنتاج، ما فيش فيه تفكير، ما فيش فيه حاجة successful. فإحنا دلوقتي لو إحنا أخذنا دور المدير ده هيفرق في حياتنا كبير. إحنا نقدر نوجه يومنا، نقدر نقول إحنا عايزين نعمل إيه. بالنسبة للحاجة الأخيرة اللي أنا في الوقت الضايع، طاقة ضايعة. أنت دلوقتي مثلا صحيت الصبحية عندك يوم أجازة وعندك حاجة مهمة جدا أنت عايز تعملها، فأنت شايف أن أنت عندك يومك طويل وفي حاجات كتيرة. إيه المانع أن أنت مثلا تمسك الموبايل تلعب جيمز، تكلم واحد صاحبك، تكلم حاجات، تعمل حاجات كتيرة أنت يعني شايف أن هي ممكن تستقي اليوم بتاعك، عندك وقت أن أنت تعملها. فبالنسبة للوقت هو بيسوي طاقة كويس. انت لما تيجي تعمل الحاجه المهمه اللي انت مضطر المفروض تعملها اللي هي مثلا بيبقى دمها تقيل في يومك واللي انت عايز تعملها وحاسس ان انت يعني مثلا يعني مش عايز تديها وقت انك تعملها، لا ابدا بيها، لان انت عقبال ما تخلص كل الحاجات الدوشه اللي في حياتك دي وتوصل للحاجه الاخيره اللي انت عايز تعملها دي هتلاقي نفسك ما عندكش اي طاقه. فده يعني هيبوظ لك اليوم وهيبوظ لك حاجات كتيره في حياتك. فدول الحاجات المهمه اللي احنا ممكن نخلي بالنا منها خلال السنة دي. احنا ممكن نرجعها مع بعض، ولو في حد عنده اي سؤال ممكن نناقشه مع بعضينا، او لو حد عايز يضيف اي حاجة زيادة ممكن نتكلم فيها. يبقى اول حاجة احنا بنتكلم فيها لا لتأثير الماضي. احنا عرفنا ان الماضي دلوقتي ملوش اي تأثير في الحاضر، لازم تنسى الماضي علشان تبدأ بداية جديدة وتستفاد من الخبرات والتجارب بتاعتك اللي انت عملتها. الحاجة التانية أنت مين؟ لازم تبقى عارف أنت مين وإمكانياتك علشان تحدد وتبني طموح عليها. ما تبنيش يعني حلم أكبر من حلمك وإمكانياتك. أنت دلوقتي لو أنت عايز تفتح مطعم مثلاً وأنت مش معاك فلوس، طب ما هتعمل إيه؟ هتقف مكانك ثابت ولا أنت ممكن تفتح حاجة صغيرة وبعد كده تكبر وبعد كده تبقى سلسلة مطاعم وحاجات كبيرة؟ الحاجة التانية لا لتنظيم الفوضى، يعني تشيل الفوضى من حياتك. الفوضى دي ممكن تبقى مثلا مش فوضى بس في حياتنا، ممكن تبقى حاجات كتيره، ممكن تبقى فوضى الكترونيه مثلا. النوتيفيكيشن اللي بتجي لك على الموبايل كتير دي اسمها فوضى. انت ممكن تشغلك عن الحياه وتشد للترندات وحاجات كتيره تتشغل بيها تبعدك عن طموحك وحياتك واللي انت بتفكر فيه. فدايما تركز في هدفك اللي انت عايز توصل له. والحاجة الرابعة اللي احنا اتكلمنا فيها من شوية، انت مدير وليس موظف. واحنا طبعا عرفنا ايه الفرق بين المدير، ان هو عايز الانتاج النهائي في الاخر، مش عايز تمشي حياة الموظف اللي هو الدنيا ماشية وخلاص، لا مش هعمل ده اليوم بيعدي وكده، لا لازم يبقى ليه هدف في يومي، انا لازم اليوم ده يعدي واوصل للانتاج اللي انا عايزه. الحاجة الخامسة ان الوقت الضايع بيساوي طاقة ضايعة. حد عنده اي سؤال؟ طيب تمام. بالظبط.
بالظبط. ودي بتضيع يوم ومش بتاخد يوم، لا ده بتبقى عادة في حياتنا بعد كده، واللي هو أنا بيومي ماشي وخلاص، أنا ما عنديش حلم خلاص، أحلامي بيت بتضيع كل شوية، فهم؟ فيعني طبعا الفوضى يعني بكل معنيها، كل واحد عنده الفوضى اللي هي خاصة به، سواء مثلا ظروف شغله، ظروف حياته، البيت، فبيسمح للفوضى دي يعني تتخلخل جوه تفكيره، جوه كل حاجة هو مثلا تأثر عليه في فكره. فبس ده كل اللي عندي اللي انا قلته، لو في حد عنده اي حاجه عايز يضيفها للموضوع بتاعنا ده ممكن يشارك بيها. ماشي يا جماعه، شكرا خالص. شكرا علاء، موضوع طبعا مهم لينا كلنا. ويمكن الفوضى بتبقى على اشكال زي ما لسه قايل، مثلا الأمثلة اللي قالها، في فوضى كمان إن أنا كل شوية بخرج مع أصحابي، كل شوية بحب أتفسح، كل شيء دي نوع من أنواع الفوضى لأنها مش محسوبة. كان في قصة في الكتاب المقدس بتعجبني جدا، لو حد يقدر يفكرني بيها، قصة كده بتاع شخص مشلول. في كتير مشلولين، بس شخص مشلول، في ناس عملوا معاه واجب كبير قوي. يعني الشخص ده بيتهيألي كلنا نتمنى يبقى عندنا اصحاب زيه. يعني في يوم من الايام كان المسيح موجود وزحمه كتير حواليه. تخيلوا كده، المسيح موجود في الكنيسه على طول، موجود في كل حته، بس يعني يمكن بنبقى نفسنا نيجي ناخد بركه مثلا في القداس، في اجتماع، في حاجة، وفي حد من أصحابنا مفلوج أو مشلول وقاعد في البيت. طبعا مش شرط على فكرة يكون مشلول جسديا، ممكن يكون مشلول فكريا، إن هو مش قادر يفكر أو مش قادر ياخد القرار إن هو ينزل ويروح الكنيسة ويستمتع بالقعدة مع ربنا زيه زيك. فحط في دماغك إن أنت لو جدع إناف زي الاصحاب، الشخص اللي كان يعني مقضي حياته نايم على السرير دوا، انت هتقول لصاحبك ده تعالى عد عليك نروح مع بعض. على فكره الموضوع يعني انسى هو، فكر في نفسك انت لما تعمل حاجه زي كده، لما يكون هو ده الفكر اللي في دماغك ناحيه اصحابك، ناحيه حتى اللي انت تعرفهم، ان الكنيسه مفتوحه اوريدي والمكان فاضي، ولكن في ناس كتير في البيوت يعني تقيل قوي عليهم ان هم ينزلوا يروحوا الكنيسه. النهارده دورك انك انت تفكر في الموضوع بطريقه مختلفه، وانك تقول انا مش هسيب واحد مشلول قاعد في البيت واجي انا لوحدي استفاد. النهارده كمان وائل محضر لنا فقره عن الجدعنه، زي ما الاصحاب الجدعانوا مع صاحبهم كده، وهنشوف هتتجدعنوا ازاي مع بعض بعد شويه. الو، سامعيني كده؟ لا لا لا، ثواني يا جماعه، ثواني. انت واخد ده وانا اللي ماسك ده اشمعنى؟ ماشي، بعد ما اخلص. سامعيني كده؟ طيب النهارده هنلعب لعبه حلوه. مين جاهز انه يلعب؟ كله جاهز؟ مفيش غير واحد اللي هيلعب؟ هتلعبوا حلو؟ طبعا انتوا عارفين ان احنا الايموشن اللي بنستعمله على طول في المسج وفي الفيسبوك هنعمل بيه مسابقة. مين أول واحد يحب يجرب معنا؟ في جوائز حلوة، خلي بالكم جوه الصندوق ده. تعال يا برام. بص الرموز دي، كلكم شايفين الشاشة؟ الرموز دي تدل على شخصية في الكتاب المقدس، ممكن تكون عهد قديم، ممكن تكون عهد جديد. لو قلت الإجابة صح هتاخد جايزة من اللي جوه. المايك فين؟ بشكل وحش. الابن الدار بيطلب فلوس من أبوه عشان الراجل اللي جنبه ده كبير قوي، وبعدين طلع شرب خمره، وبعدين يعني ضيع كل فلوسه واتضايق ورجع ياكل من خرنوب الخنازير. حد عنده خنزيرين يعني؟ مش عارف هل ليه علاقه ولا ما خنازير بقى.
اوكي. حد عنده إجابة تاني ولا إجابة برام هي الصح؟ كله أجريما؟ وفاكر صح؟ وفاكر. طب نتا نشوف الإجابة. هي قصة الابن الدار. يعني مش هي؟ لا صح. ماشي. بالنسبة للهدية بقى، لا تعال أبقى. لسه ما خلصناه. طبعا هو عشان ابتدى وجاوب صح المفروض ليه هدية، بس هنعملها النهاردة بطريقة مختلفة. بما ان احنا النهاردة يومنا عن الجدعنة، تحب تختار مين من اللي قاعدين عمل معاك حاجة جدعة وتدي له هدية بتاعت المسابقة؟ ينفع ما اطلعش جدع واخد هنا؟ لا لازم تختار حد. انا خلي بالكم اللي هيختاره هيجاوب السؤال اللي بعده. هو هياخد جايزة الاول وبعد كده يجاوب. انا هو برام بيتجدع مع نفسه دايما. ما لسه اقول كده صدقني. انا نفسي بشجعها انا. لا لازم تختار مين عايز يضحي وياخد الهدية. لا ما هي هنقسمها للاخر يعني. لا هياخد جايزة. هياخد جايزة وبعد كده يجاوب السؤال اللي بعده ويختار واحد تاني. وهنعملها بالطريقة عشان نبين الجدعانة لبعضينا. انا اختار حد ما اعرفهوش يعني، او اول مرة اشوفه. اللي جنب عجايبي. اللي جنب عجايبي. Yeah. لازم يطلع اللي اختاره. ما عشان ما فيش عجايبة. اللي جنبي مينة. اكيد في مينة هنا. لا 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 تعال تعال بهرك بهرك. اول مرة يجي. طب برافو. Right on. طب استنى لاخر واحد عشان تاخد الهدية. انا طلعتك بدري معلش. طب الاول هتاخد هدية. الاول اختار هدية. حط ايه. الاول عرفنا بنفسك. هاني. هاني اهلا وسهلا يا هاني. يلا اختار هدية. شكلك بتختار الهدية. كشاف. حلو ماشي. وهتجاوب السؤال اللي بعده. هي سهلة لو ركزت فيها. داود النبي. حد عنده إجابة تاني؟ تعال نشوف الإجابة الصح. صح برافو. طب تختار مين بقى تدي له الهدية بتاعتك؟ ليه قالت عليه داود؟ إيه اللي يوم مزهنا إن هو داود؟ كان راعي وكان بيحب الترنيم وبعملك في الآخر. برافو عليك. تختار مين بقى؟ زكريا. تعال يا زكريا. ماشي اتفضل. انت كده الهديه دي بتاعتك خلاص. زكريا تعال خد هديه. علبة شوكولاته. ماشي نجاوب السؤال اللي بعده. حظك. طب دي المايك. سهلة. في ايدين يعني بنستعملها في المسيحيات. في ايدي الصلاة ممكن. في تاج. ادي انت الحيوان ده. اسد. شخصية. هسهلها لك. هي في العهد القديم. في العهد القديم. يا رماني ما تسمعش كده. دانيال. حد عنده إجابة تاني قبل ما نشوف الإجابة؟ دانيال صح. طب تختار مين بقى تديله الهدية بقى؟ بشوي. يلا بشوي. تعال بشوي. انت الهدية دي بتاعتك. ما هم طب بشوية. انت المفروض المرة الجاية تختار بنت بعد كده. لا انت دي بتاعتك انت. خش اختار. الجدعان خاصة بالرجالة بس. ماشي شوكولاتة. نشوف السؤال اللي بعده.
احنا خلصنا الشخصيات، دلوقتي الآية. ايه الآية اللي ترمز للصورة اللي انت شايفها؟ لا، لو ما عرفتهاش تختار حد تاني يجاوب. قول. فتشوا الكتب. فتشوا الكتب، برافو. طرف الشاهد وديك جايزة تاني. فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. يوحنا 5 آية 39-7. تختار مين بقى من البنات عشان نبتدي بقى؟ لا أنت اللي اختار. طب مين هنا أول مرة يجي من البنات؟ مين هنا أول مرة تيجي؟ آخر واحد. تفضلي. تفضلي ما تخافيش، أسئلة سهلة وهتاخدي جايزة. معلش فرق بين حاجتين يا وائل، هي طالعة تاخد الجايزة. تاخد الجايزة يعني. سألتها بعد كده وما سألتهاش ده موضوع كده. يلا. ماشي شكرا يا بشوي. لا أنت دي بتاعتك خلاص. نتعرف بيكي. ندى اتفضلي. ماشي خدي الجايزة الأول. ماشي ونشوف السؤال اللي بعده. عايزين آية بترمز للثلاث صور اللي انت شايفاهم، قلب وإيد بتدل على القوة عشان أسألها لك، وهيكل عظمي. جربي جربي، هسألها لك. الهيكل العظمي ده بيدل على الموت. موت و... جربي. ليكن ضعيف بطل هنا. في عندك اي؟ مفيش اي اي. دون في الباد، محدش عارفها اساسا يعني. دون في الباد حد طب عارفها؟ انا قلت محدش عارفها على فكره. ما حدش عارفها؟ طب استر. برافو عليك، تعالي يا استر. طب استني يا ندى، هتدي مين الهدية بتاعتك؟ تختاري مين من البنات؟ تفضل. معطر. طب جاوبي بقى السؤال، الآية دي بتبدأ من العين، من الشمال. لا دي آية. ما احنا ابتديناها سهل وبعد كده في إجابة. نستنى نشوف لو هو هيجاوبها صح، لو ما جاوبهاش هديكم. يلا. لا تزرع ولا تحصد. صح، برافو، جود جوب. لا ما دي هديتك وهو ليه هدية تاني. لا ما انت دي هديتك. انظروا الى طيور السماء انها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع الى مخازن وابوكم السماء وبقوتها الستم انتم بالحريه افضل منها. طيب هنخلصنا الموشن دلوقتي، هنسمع ترنيمه ونقول. ليه؟ ايه؟ لا ما هي ملهاش دعوه بالاجابه. تحبوا نختار واحد ولا تسمع الاول موسيقى واللي يعرفها يرفع ايده؟ طب ثواني، في واحد ما خدش الهديه بتاعته. طب تعالى بقى خد الهديه وتعالى جاوب. انت بتوفر.
في هدايا كتير تكفي الكل. ده احنا بنتكلم عن الجدعانه يعني. طب اسمع بقى دي وقول لنا ترنيمه ايه. هماني شكرا مهندس الالكترونيات والتكنيشن بتاعنا استاذ علاء. سمعتها؟ هشتغلها لك مره تانية. صح، برافو عليك. اختار واحد او واحد. ده ده خطير قوي، ده جاب اصعب ايه وما لحقناش نسمع موسيقى وجابها. المفروض ياخد خطير قوي. ده مذاكر. طيب نسمع الثانيه، ترنيمه تاني. ده يا ها؟ ماشي هسمعها لك تاني. صعب عليك انا. حد يعرفها؟ قول امين. سلامه كفايه العود. صح. طب تعالى مين. الله عليك يا مينا. لا خديها. خديها. الله عليك يا مينا. لا في مواهب برضو في الجانب الرجالي هنا. كنت رجال متفوقون. بيقولوا طلع البنات، طلع البنات. طب ادينا طلعنا البنات. اما طب هندخل في الأسئلة الذكاء. تقدر تقول لنا، بيقول لك لو ثلاث ممكن نعتبرهم مفكات، ثلاث مفكات بيساوي 60، وبعد كده مفك واستكتين يساوي 30، واستيكا ناقص مسطرتين يبقوا 3. لو هتبقى مسطرة ومفك واستيكا يساوي كام؟ لا قولها في بالك، اديني الإجابة. 27. حد عنده حل تاني؟ هي 27 غلط. اسمك ايه؟ حنة. تعالى يا حنة. ما هذه اللي هي التراك. يا خسارتك يا مينا، يا خسارتك يا مينا. انت قلت كم؟ لا غلط، 110 غلط. 120. طب استنى، احنا سمعنا هنا 110 وهنا 27 وكرولس 101. هنشوف الاجابه. مية واحد. تعالى كرولس. الله عليك يا كرولس، انا اللي غششتها على فكره. هقول لكم ازاي جاب، ولا اقول انت ما دام انت جبت الحل. البرجل ب20. نسمع عشان احنا شاطرين في الحساب كلنا. لا لا مش عشان جاوبتها تعمل علينا استاذ. لا لا لا، ده انا لو جبت واحد في ابتدائي هي اتفضل. انت جبتها تاخدها على جنب مفيش مشاكل. هو استاذ رماني ما غششها لي بس يعني قال
سو البرجل ب 20 سو 3 20 زائد 20 زائد 20 60 والاستيكه هتبقى ب 5 لان 20 زائد 5 زائد 5 30 سو استيكه ب 5 ناقص مسطرتين يبقى المسطره ب 1 ولما في اي عمليه جمع وضرب الاول نعمل الضرب دايما قبل الجمع فهيبقى 20 في 5 زائد 1 ب 101 برافو ينفع مدرس رياضه اخر سؤال اخترت حد من البنات سؤال تاني وهن عشان ابونا لا انت المفروض تختار مين اللي ياخد الهدايا شوكولاته لا بس خد واحد شوكولاته كرولوس اصلا مرنا مين مرنا تعالي لا ما ينفعش حد يعتذر لازم تطلعي خد هدايا يلا مرنا يلا عشان اخر سؤال تعال خد خد يا عشان دي مسألة كانت صعبة توكس لو سمحت توكس توكس خد واحد خد الهدية الأول على فكرة لو لو مرنا ما لو مرنا ما جاوبتش السؤال ده هيبقى شكل البنات وحش قوي على فكرة تخدم طيب What is the value of the square? هي قالت 8 حد عنده إجابة تاني؟ هنشوف الإجابة هي 8 لا 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 شعور كذا شعور اخيرا البنات جابوا حاجه صح اشكركم شكرا وائل على الفقره اللي كلها جدعانه دي معلش بقى يعني كان في مواقف محرجه للبنات عشان ما عرفوش يجاوبوا بس اتس اوكي يعني لا خلاص بهزر بنشكر تسابونا أنجيلس على محبته إنه دايما مش بيحرمنا من كلمات النعمة بتاعته في اجتماعنا زي ما احنا كنا لسه بنتكلم من شوية عن موضوع الجدعنة وستيل مكملين حد يقدر يديني مثال تاني من الكتاب عن الجدعنة يعني احنا اتكلمنا من شوية عن مثل أو عن معجزة حد يقول حاجة تاني مثال للجدعنة في الكتاب المقدس اتفضل مين ايه برضو نثان وداود كانوا هما الاثنين اصدقاء ونثان كان عارف مكان داود بس طلع جدع معاه وما قالش لشاول الملك على مكانه فدي برضو جدعنة انت جدع مين بس هو اسمه يوناثان مش نثان تهزرش بدل عمال انفخ في الرجالة فعلا كانت مثال الجدعانة تاني يوناثان وداود حد تاني عنده حاجة سوري تفضل السمير الصالح لما عدى على العدو بتاعه وشاله ده فعلا مثل يمكن أقوى لأن احنا كنا من شوية عمالين نتكلم عن الأصدقاء وجدعانتهم فدي جدعانة شخص مع حد ما عرفوش بل يمكن يكون شخص عدوه كمان يعني النهاردة بيمتعنا بقى وتسابونا بجدعانته معانا وانا بجدع معانا وجينا دايما ناخد بركة صابونا اتفضل انا بس هنرنم الترنيمة دي عشان رشا ما بتحبش تقطع العادة يعني ف قطع العوايد فيل صح مش يقولوا كده في بلدنا طبعا لازم اخد بركة مع جود صابونا يعني ده بركة كبيرة ما نقدرش نوفيها اقول لكم على سر ولا بلاش رشا دي زميلة دراسة ومدارس أحد صح؟ أنا قلت لا عشان بس يعني هي أصغر مني بتاع 10 سنين بس يعني لا أصغر إزاي إحنا سن واحد هي أصغر مني بـ10 سنين بس كانت زميلة دراسة يعني عشرة عمر ربنا بصراحة من الشخصيات اللي أعتز بمعرفتها يعني من الصداقات كمان الحلوة يعني طول عمرنا كنا في كنيسة واحدة وخدمة واحدة فبركة كبيرة يعني نبدأ يلا
تيجي جنبي؟ هنا حق رماني اتعب عارش تعالى شندي تيجي تعالى شندي ترنيمة عندك حق وقصدك خير من الترنيمة المفضلة اللي بتسابونا يعني مش واصلة بالسماعات الصوت مش طالع عندك حق وقصدك خير للبايس في وسط الضيق برج حصين ملجا من السيل دي حقايق من غير تلفيق عندك حق وقصدك خير للبايس في وسط الضيق برج حصين ملجا من السيل دي حقايق من غير تلفيق ما انت امين وما بتسمحش بالتجربة غير لو للخير عارفينك ما بتستحملش تشوف اولادك تحت النيل ما انت امين وما بتسمحش بالتجربة غير لو للخير عارفينك ما بتستحملش تشوف اولادك تحت النيل عندك حق وقصدك خير للبايس في وسط الضيق برج حصين ملجا السيل بحقايق من غير تلفيق اسمك وحدك برج العابد يركض اليك الصديق على صخرك انا هفضل ثابت وعدك مضمون التحقيق اسمك وحدك برج العابد يركض اليك الصديق على صخرك انا هفضل ثابت وعدك مضمون التحقيق عندك حق وقصدك خير للبايس في وسط الضيق برج حصين ملجا من السيل ده حقايق من غير تلفيق في وسطنا قائم جبار تحمي ولادك ليل ونهار وجهك يشرق بالانوار وتفجر كل الانهار في وسطنا قائم جبار تحمي ولادك ليل ونهار وجهك يشرق بالانوار ويتفجر كل الانهار عندك حق وقصدك خير للبايس في وسط الضيق برج حصين ملجا للسيل ده حقايق من غير تلفيق نزلت المرتفعين ورفعت المتضايعين اشبعت الجيع خيرات وصرفت الاغنياء فارغين اشبعت الجيع خيرات وصرفت الاغنياء فارغين عندك حق وقصدك خير للبايس في وسط الضيق برج حصين ملجا من السيل بحقايق من غير تلفيق قالوا عنك حجر امتحان وتباهي اللي يامن بيك متاسس تدي الامان ولا يوم يخزى منتظرين تأسس تدي الأمان
عندك حق وقصدك خير للبايس في وسط الضيق برج حاصمنا لجان السيف ده حقايق من غير تنفيذ انت الرب القاضي العادل وحدك في ايديك السلطان وقد بملكك استقام عرشك فوق كل الاكوان انت الرب القاضي العادل وحدك في ايديك السلطان وقد بملكك استقام عرشك فوق كل الاكوان عندك حق وقصدك خير للبس في وسط الدين برج حصننا لجان السين ده حايم من غير تنفيذ مرة تشق قصادنا البحر ومرة تكون وسطنا في النار أحكامك أبعد من الفحص طرقك عارفينها الأبرار مرة تشق قصادنا البحر ومرة تكون وسطنا في النار أحكامك أبعد من الفحص طرقك عارفينها الأبرار عندك حق وقصدك خير للباس في وسط الدين برج حصننا لجان السيف ده حقايق من غير تنفيذ عندك حق وقصدك خير للباس في وسط الدين برج حصننا لجان السيف ده حقايق من غير تنفيذ شكرا يا رشا تعيشوا قد صابونا خدنا بركة كبيرة أتكلم لك بسم الله والابن وروح القدس الاله الواحد امين ازيكم يا شباب اتمنى تكونوا بخير وسلام كلكم في كل بركه وفرح دايما يا رب الموضوع بتاعنا النهارده بتاع الجدعنه الغائبه الله يسامح اللي دبسني في الموضوع يعني انا قعدت افكر اقول يا رب اتكلم عن ايه في الجدعانه الغائبه ده وغائبه ليه بس والناس جدعان وزي الفل عماله الف فيه من كام يوم كده علشان يعني اوصل انا عايز اتكلم في ايه بس الحقيقه قعدت افكر كده في اكتر من مفهوم واكتر من معنى للجدعانه يعني الجدعانه دي كلمه واسعه جدا كل واحد فينا بيشوفها بطريقته وكل واحد توصيفه للجدعنة بطريقته بمعنى إن الجدعنة هنا في أمريكا مختلفة كلية عن معنى الجدعنة في مصر الجدعنة عند الصعايدة مختلفة عن الجدعنة عند البحروية وعند الصعايدة أكتر ما بقولش مين إيه أوعى حد يقولني كلام إيه؟ نشكر الله نشكر الله لأنه سترنا بص يعني عشان ندخل بقى في التفصيل ده عشان يعني كده هنزعل من بعض يعني عايز أقول إن مفهوم الجدعنة مفهوم واسع وكل لو إحنا حطينا معنى الجدعنة أو حبينا نتكلم عن الجدعنة بالمعنى الاجتماعي مش هنعرف نوصل لمعنى ليه؟ لأن زي ما قلت هي معنى واسع جدا جدا مختلف بيختلف من انسان لانسان ومن بوزيشن للتاني لو انا واقف هنا بشوفها جدعنه لو انت واقف الناحيه التانيه بتشوفها نداله واحد بيشوف الجدعنه في طبعا في جدعنه اللي هي مرتبطه بالفهلوه بتاعتنا اللي هي جدعنه في ازاي تعمل يعني حاجات يعني فوق القانون وازاي تفلت من الحاجات وازاي تظبط امورك وما الى ذلك فبصراحة بيني وبينك كده معنى الجدعنة معنى واسع وما بيخلصش لو حبينا نتكلم عن الجدعنة بالشكل الاجتماعي لكن قعدت افكر في الكتاب المقدس كده يا ترى الكتاب المقدس وابائنا فهموا موضوع الجدعنة ده ازاي يعني ايه المعنى الحقيقي المعنى الثابت اللي ما بيتغيرش لفكرة الجدعنة فلقيت بصراحة الكتاب المقدس ربطها كده ربطة غريبة قوي بمعنى الرجولة والاثنين مرتبطين ببعض حتى في المفهوم بتاعنا العادي الاثنين مرتبطين ببعض يعني ايه مرتبطين ببعض احنا نقول اي حاجة نقول ده راجل ولما اقول كلمة راجل هي تتساويها تقريبا كلمة ايه
جدع. طبعا البنات ياخدوا بعضهم ويمشوا من المحاضره، انا جاي اتكلم وهم عندنا بنتكلم رجاله رجاله. لا، الحقيقه مش بالمعنى الرجوله، مش بالمعنى الخاص، مش بالمعنى الذكوره، ولكن بالمعنى العام، المعنى الكامل لمعنى كلمه الرجوله. زي ما هنشوف دلوقتي الكتاب المقدس قال لنا ايه. قديس بولس الرسول في ختام رسالته الاولى لكورنثوس، لاهل كورنثوس، قال ايه؟ اسهروا واثبتوا في الايمان، كونوا رجالا تقووا. خدوا بالكم، كونوا ايه؟ رجالا. وطبعا اكيد كان بيكلم رساله عامه لاهل كورنثوس، فما كانش بيقصد الرجاله اللي هم بشنبات يعني، بس كان يقصد بالمعنى العام، معنى اكبر، معنى اوسع، لانه كان بيكلم الكنيسه برجالتها، بنسائها، باطفالها، ببناتها، بشيوخها، كل الكنيسه، بيقول لهم كونوا رجالا. فهنا كان بيشاور على معنى، عن معنى الجدعنه او الرجوله الروحيه، وده المعنى اللي يهمني. ما يهمنيش قوي المعنى الاجتماعي، لان زي ما قلت لك المعنى الاجتماعي متغير، فمش هعرف اتكلم فيه. فانا عايز اتكلم عن المعنى الجدعنه الروحيه، او بمعنى اخر بحسب لفظ الكتاب، عشان الكتاب ما لقيتش فيه كلمه الجدعنه، لقيت معانيها، لقيت تنفيذها، لقيت تحقيقها، انما ما لقيتش كلمه الجدعنه. قعدت ابحث في الكتاب المقدس، مفيش كلمه الجدعنه، مفيش كلمه جدع في الكتاب المقدس، انما في كلمه رجال بمعناها العام، بمعناها الكامل، زي ما احنا اتفقنا. تعرفين في رجولة من ضمن المفردات الاجتماعية اللي الناس بتسميها رجولة، على الرجولة الاجتماعية أو الجدع، أمين، الجسمانية أو الجسدية، وهذا قوي بمعنى القوة، رجولة بمعنى القوة، حتى دي كمان مش هتكلم عليها. وفي رجولة أخلاقية. يعني ايه رجولة أخلاقية؟ المكتسبة من المجتمع، اللي احنا كلنا كنا بنتكلم عليها، اللي هو بيقولك لا ده بيساعد الناس، ده شهم، دي بنت جدعة، دي بنت بميت راجل، ده واد أصيل، ده صاحب صاحبه، ده بيسند إخواته، ده بيشجع اللي ليه. معنى أخلاقي، وده بنورثه من الناس اللي حوالينا، من أهلنا، من المجتمع بتاعنا، من الثقافة بتاعتنا. وزي ما قلت لكم برضو ده متغير، لأنه بيختلف من مكان لمكان، ومن ناس لناس، ومن شعب لشعب، ومن معنى لمعنى. اللي احنا بنشوفه في مصر مثلا انك تشمر وتخش في خناقة، احنا بنشوفه هنا تدخل في شؤون الناس، ويجيب لك البوليس ويديك في مشكلة. فكون انك انت يعني من المواقف الغريبة اللي انا يعني تعرضت لها مع بعض الخدام اللي هم اللي اتربوا هنا، يعني مش الخدام اللي معاهم ريحة مصر، الخدام اللي اتربوا هنا. في احد مرات كده في فصل من الفصول بتاع ابتدائي، فلقيت العيال عاملين صوت عالي جدا، والخادم اللي واقف مش مسيطر عليهم خالص نهائي، والعيال عماله تزعق وعماله تضرب في بعض وعماله. فبكلم الخادم اللي واقف، بقول له يا حبيبي بص على العيال دي، خادم ما بتكلمش عربي قوي يعني، بص على العيال دي، يعني ازاي سايب الفصل كده؟ لازم تعلمهم، لازم شويه تشد عليهم وشويه تطبطب عليهم، بس لازم تعلمهم. انت سايب العيال كده؟ يقول له نو اي كانت، ليت ذيم دو وات ايفر ذي وانت، اف ذي وانت تو اتند فاين، اف ذي دونت وانت ذاتس فاين تو، اي كانوت فورس اني وان تو لسن تو مي. انت يا ابني انت مخك فيه ايه؟ خادم ايه ده؟ يعني هو خادم، بس الثقافة اللي اتربى بيها خلت المعنى عنده ايه؟ مختلف. انا هقف اقول ايه ده خادم جدع؟ انا هشوفها ايه دي؟ مش جدعانة خالص. لما لو اشتكيت او بحكي مع واحد خادم صاحبه بنفس ثقافته يقول ايه واتس رونج ويز ذس؟ ما هو صح، المفروض ان هو ما يضغطش على العيال. فعايز اقول مش ده خالص اللي احنا المعنى الحقيقي للجدعنة. طب ايه المعنى؟ يعني هنوصل للمعنى ده ولا مش هنوصل للمعنى ده؟ هنوصل له. بس الحقيقي في معنى تاني اهم واصدق وابقى واثبت للجدعنة، وهي دي بقى الغائبة، اللي بسبب غيابها
شايفين كل المرار اللي احنا شايفينه ده في حياتنا، اللي هي الجدعنة الروحية أو الجدعنة المسيحية بحسب المسيح، بحسب الإنجيل، الرجولة الروحية اللي هي النعمة الغنية اللي بياخدها الناس اللي بيطلبوها من ربنا، الناس اللي عايشين بحسب مشيئة ربنا في حياتهم، هم دول بقى الجدعان الحقيقيين اللي بصراحة ما يعني جدعنتهم ما بقتش باينة قوي في وسط الهيصة اللي احنا عايشين فيها. الجماعة اللي عندهم قدرة حقيقية على ضبط النفس، اللي قال عنه الكتاب مالك نفسه خير من مالك مدينة، هو ده الجدع، هو ده الجدع الحقيقي اللي يعرف امتى يتكلم وامتى يسكت، مش على طول يعني عنده يعني سيبان في الكلام كده. الجدع الحقيقي اللي يعرف يقمع جسده، ما يعيش عيشة سوري يعني كالمساقل كال يعني زي اللي بيتساق مسوق من جسده، ده دي الجدعنة الحقيقية. الجدع الحقيقي اللي بيعرف يجاهد ضد الخطية، الجدع الحقيقي اللي بيعرف يقول لأ للخطية، لأ لممارسة الشر وفعله، لأ جدع، هو ده الجدع الحقيقي. هنشوف أمثلة كتير أو دلوقتي هنتكلم مع بعض في أمثلة كتير، بس هو ده الجدع الحقيقي اللي النهاردة كل المفاهيم طبعا اتلخبطت خالص خالص في الموضوع ده. الجدع الحقيقي اللي بيعرف يمارس التوبة ولا يستحي بيها. يعني ايه لا يستحي بيها؟ يعني كتير من الناس النهاردة بقوا مش جدعان في توبتهم، يجي يتوب عند ابونا بس، يطلع برا لازم يعني يساير كل الناس، يعني هيجي واحد يكلمه في نميمة ولا في إدانة لحد هنقطع في جلده، هقول له عيب يعني ولا أقول له اسكت يا أخي يزعل مني، فيلا أركب معاه. واحد عزم عليا بحاجة وأنا صايم، يعني عيب أرده، يعني أبقى متخلف، لأحسن أقول له أنا صايم خلاص أنا أخدها منه عشان وبعدين أبقى نعديها. مفيش جدعنة، يعني مفيش أي جدعنة في توبته، مستحي توبته. الخوف، المتحرر الحقيقي من الخوف، الإنسان اللي عايش بعيد عن الخوف هو الإنسان اللي عنده جدعنة حقيقية. النهاردة الخوف بقى متملك على كل الناس، بس بيني ما بينكم بقينا بنجيد إن إحنا نديله أسماء تانية، يعني نسميه أسماء غير أسماءه، علشان عيب نسميه خوف، يعني عيب أطلع خواف وما أطلعش جدع. الأمانة، الجدعنة الحقيقية في الأمانة، إن إنسان يكون أمين، هو ده المعنى الباقي والثابت للجدعنة. النهاردة الأمين بنعتبره إيه؟ مخه مضل، مش عارف يمشي نفسه، مش عارف يسلك أموره. أكشولي بقينا بنقول على الجدع اللي بيعرف يسلك أموره وهو بيفعل عدم أمانة بمنتهى الوضوح، هي دي جدعنة. فالجدعنة في الأمانة، مش بس كده، دي الأمانة حتى الموت، اللي كن أمينا إلى الموت سأعطيك أكليل الحياة. الجدعنة في الشهادة للحق، النهاردة بقينا فين الشهادة للحق؟ فين الناس اللي بتقول الحق؟ مفيش حد عايز يقول الحق، كله عايز يرضي كله، كبير وصغير، خلينا نرضي بعض. سيبك من الحق، اصل لو قلت الحق هيجرح هيوجع، فانا مش عايز اقول الحق. وكثيرين يتصورون انهم يقولون الحق فيما هم يفعلون شيء اخر، يعني تلاقي ناس مثلا ايه يعني تيجي بقى ايه، طبعا المسرح الكبير، وانت عارفين المسرح الكبير اللي احنا عايشين فيه مسرح السوشيال ميديا، يعني فمسرح السوشيال ميديا تلاقي ايه صوته صارخ في على الصفحات على الولز، ما بيقولش الحق، هو بس اما بيخطئ في الناس، لان هو اللي بيقول الحق عايش الحق، ما ينفعش اقول الحق وانا مش عايش الحق ببساطه، ما ينفعش اقعد
يعني أشرح وأقول وعيد وزيد وأنا مش عايش الحق. فهي دي الجدعنة الحقيقية بالشهادة للحق. فكرة الصلابة أمام الإغراءات، إني أبقى صلب قدام الإغراءات، إن أنا أقول لأ للإغراءات لأن أنا عندي هدف عارف أوصل له، فما فيش إغراءات ممكن تأثر عليا بكده يعني. الصمود أمام التجارب والشدائد جدعنة. يعني واحد كده يجي يبص على شخصيات كتير الحقيقة، يعني بصوا على واحد مثلا زي أبونا بشوي كامل مثلا، زي أبونا بشوي ده وكثيرين ويعني ومئات آخرين، أنا بس عايز أجيب مثل يعني very obvious لنا كلنا، إزاي أصمد أمام الضيقة، أمام الشدة، أمام الاضطهاد، أمام التجريح، أمام المرض، أمام الإساءة؟ هي دي الجدعنة، إن الإنسان يصمد قدام ده كله، قدام الشدة اللي هو فيها، ويفضل صلب ويفضل واقف متماسك. واحدة ست زي أم الغلابة دي بذمتكم بقى في راجل يحتمل ما احتملته أم الغلابة؟ صدقوني لا، صدقوني ما في راجل يحتمل اللي احتملته أم الغلابة. معنى للجدعنة، صورة للجدعنة، مش بالمعنى اللي احنا فاهمينه خالص. يعني انك تعيش مستقيم وما تبقاش متذبذب وذو رأيين وسعى لقلبك وسعى لربك ومحدش عارف، نبقى شمامسة وخدام وروح بس شوفهم كده في فرح ولا في خطوب ولا في حنة ربنا يكرمك، وتبص تلاقي ايه بني ادمين تانيين خالص، هؤلاء المسبحين بالدفوف بقوا يسبحوا بالصجاد. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه التذبذب وعدم الاستقامه دي؟ هي دي الجدعنه، دي الجدعنه اللي احنا بندور عليها، اللي احنا مش قادرين نلاقيها. الجماعه القنوعين، الرجل والمراه القنوعين اللي عنده قناعه، شبعان يشكر ربنا، فرحان مش متذمر، هي دي الجدعنة. الإنسان اللي بيتحرر من محبة المال وسلطانه في حياته جدعنة. الإنسان اللي بيقدر يغفر ويسامح جدعنة. الإنسان المتعفف اللي عنده عفة، عنده عفة عن كل حاجة، عفة عن أمور الجسد، عفة عن أمور المادة، عفة عن أمور المال، إنسان عفيف جدع. عشان كده أحبائي هي دي الصورة بتاعت الجدعنة اللي نقدر نقول عليها بجد هي إيه؟ ها؟ جدعنة إيه؟ روحية بس إيه؟ غائلة مش غائبة يا شيخ، لا بعد الشر لا إن شاء الله ما تبقاش غائبة أبدا. بس هو ده المعنى وسط معاني كتير جدا للمعنى الحقيقي للجدعنة، المعنى الثابت اللي ما بيتغيرش، اللي هو ثابت هنا وفي مصر وفي أي حتة تاني في العالم، هو ده المعنى الثابت والحقيقي للجدعنة. النهاردة بقينا نبص، بصوا كده على البوستات بتاعت الفيسبوك، واحيانا نلاقي نفسنا، انا حاجه دي بتستفزني جدا الحقيقه، يعني اكتر حاجه فعلا بتخليني اتعب خالص، ولو شفتها اقفل، يعني اقفل على طول على طول. وانا يعني انا يعني خدت قرار من زمان، نادرا جدا الا يعني اللي انا علقت عنده على تعليق يبقى انا بحترمه جدا، لان انا ما بعلقش عند حد خالص، يعني انسحبت على الموضوع ده خالص. اي حد انا بعلق له تعليق على بوست هو كاتبه ده معناه ان انا بحترم دماغه، لان انا يعني نادرا ما بعمل، نادرا ما بدخل في اي جدل من اي نوع نهائيا، يعني نهائيا. بس اكتر حاجه ما بتستفزني خالص ان لما نشير كلام ملوش اي علاقه بالجدعنه الروحيه، وتلاقي ناس بتسقف زي مين مثلا، او مش زي مين، زي ايه، زي مثلا من فاتك فوتو ومن داسك دوسو ومن مش عارف عمل لك ايه، ادي له فوق دماغه بايه، ايه ده؟
جبنا منين المفهوم ده؟ معرفش. طبعا انا مش عايز افتكر بوستات بعينها عشان ما بقاش بكرر كلام او بقاش بكرر الكلام الباطل ده، لكن انتوا فاهمين طبعا ان في مئات بالاف الفلسفات تحس انه قول ابائي جاي كده متبروز ومحطوط، واحد مشاير وفرحان يعني مشاير لايه؟ لكرولوس عمود الدين مثلا. يعني واي كلام، ايه المعنى، ايه المعنى الحقيقي للجدعنه في ده؟ مفيش. لان النهارده بقت الجدعنه ايه؟ بمفهوم العالم. عشان كده خد بالك، الجدعنه بمفهوم العالم حتى ان كان فيها الكلمه بتحمل صفات حلوه لكنها خداعه، لانها ممكن تختلف من انسان لاخر، من زمن لاخر، من ظرف لاخر، من بلد لاخر، من ثقافه لاخرى. عشان كده الجدعنه الحقيقيه تاخدها من الانجيل، تاخدها من المعنى الروحي اللي قال عنه بولس الرسول: كونوا رجالا. خليكوا رجاله، ورجاله بجد. تعالوا نبص كده مع بعض على شويه امثله الكتاب المقدس. عارفين ربنا على فكره ما بيحبش غير الرجاله، يعني عشان كده لو تاخدوا بالكم المسيح اتكلم عن ان الدخول للسماء من خلال الباب ايه؟ الضيق. عايز رجاله بصراحه، الموضوع عايز رجاله. ربنا ما بيشتغلش مع الناس اللي هي يعني لسه مش رجاله، حتى ان كان عامل لهم دعوه، حتى ان كان داعيهم، حتى ان كنت مدعو انك تكون ابن لله، بس لازم ربنا يجهزك عشان ربنا بيحب اللي يشتغلوا معاه يبقوا رجاله، يبقوا رجاله بجد. وهدي لك امثله كتير. يقول: ملكوت الله او ملكوت السموات يغصب والغاصبون يختطفونه. احنا عايز جماعه كده، عايز يا ناس كده شداد، عايز بنات كده فعلا عايشين باستقامه وجدعان في استقامتهم، جدعان في امانتهم. اعظم مثل، سيد كل مثل ورب كل مثل هو مين؟ الرب يسوع نفسه. هو في حد زيه في جدعنته؟ هو في حد زيه في رجولته؟ يكفي انه كان يقول، ها هو ده الالتيميت اكزامبل، هو ده المثل الاعظم، المثل الكامل للجدعنه. يقول يصنع خيرا كل انسان، يشفي كل مرض وكل ضعف في الناس. هو ده المثل بتاع دي الجدعنه الحقيقيه، مش انه يكسر مجاديف الناس، مش انه يعني يفتي في كل امر، مش انه يصرح ويعمل، مش كده خالص، مش انه يغير، مش انه يغنى، انه يكون ليه قيمه مع الناس. هي دي الجدعنه. حتى لما راح للصليب جدع، شال كده كل احمالنا وذنوبنا بجدعنه وراح للصليب. كتير من الناس تقف تقول لك: وانا اشيل ذنب الناس ليه؟ وانا اشيل غلب اللي معايا ليه؟ ده اقول لكم على خيبه تقيله انتوا طبعا مالكوش فيها، يعني منكم متزوجين ومنكم لسه ما اتجوزش. الاقي راجل يقول لي: وانا اشيل قرف عياله ومراتي ليه؟ اخص على الشنب اللي في وشك، اصل لسه متاثر بموضوع. بس وانا جاي دلوقتي مخبوط موضوع، يعني ازاي وفين انت من المثل الحقيقي للمسيح؟ انك تحمل كل الخليقه، تحمل كل الناس. تقول لك: لا انا هشيل، انا كفايه اللي عليا عندي، انا شايل، وانا هشيل كمان هم غيري. الست العذراء، امنا العذراء دي، هذه الفتاه او هذه الملكه العظيمه اللي الواحد مش عارف ممكن يقعد يتكلم فيها يقول ايه في 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 هذا المثل. وانا هنا عايز اقول العذراء، لان العذراء عندها اعظم مثل للرجوله الروحيه. ست العذراء دي اللي جت فتاه صغيره من الجليل، ويجي الملاك يقول لها: قوه العلي تحل عليك، والروح القدس يحل عليك، وقوه العلي تظللك، والمولود منك يدعى ابن. فجاه كده بمنتهى الرجوله تقول: هوذا انا امة الرب. مين النهارده تقدر تقف وتقول: انا امة الرب؟
ده تتذمر على بابا وعلى ماما وعلى الكنيسة وعلى الكبير وعلى الصغير وعلى الزوج وعلى أي حاجة. إحنا في عصر المرأة، إحنا المرأة تعمل إيه عايزاه، إحنا المرأة زيها زي الرجل، ما حدش قال حاجة. بس هل دي فعلا أنا بعمل كده من أي واقع؟ شوف الست العذراء دي اللي فضلت صامدة بألم شديد لغاية الصليب، ومش بس كده في النص، قال ايه تجري تروح لأليصابات؟ ايه الجدعانة دي؟ انت يا ست انت، ده الملاك قال لك المولود منك قدوس يدعى ابن الله، يقول لك فقامت بسرعة وذهبت الى الجبال. ايه ده؟ ليه رايحة تعمل ايه؟ رايحة اخدم، رايحة تخدمي. هي دي الجدعانة، هو ده المعنى الحقيقي للرجولة الحقيقية، للجدعانة الحقيقية، مش اي حاجة تانية. تلاميذ، تلاميذ المسيح والآباء الرسل اللي نزلوا كده بمنتهى القوة علشان يفتنوا المسكونة، يقول لك إيه لما كانوا يعني يجلدوا ويضربوا ويزلوا ويسجنوا، كان يقول لك إيه وخرجوا فرحين إذ حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسم المسيح. كانوا فرحانين أنهم بيتهانوا من أجل اسم المسيح، رجالة، رجالة زي سيدهم، حملوا الرسالة بكل ثقة وبكل أمانة. أقول لكم على مثل تاني، الست رفقة، الست رفقة دي عارفينها؟ عارفين الست رفقة وولادها؟ تجاوزت حتى كل معايير الأمومة اللي في الدنيا، وقالت لهم ولادي يتذبحوا قدامي على ركبتي كده، ينالوا إكليل الشهادة قدامي، الأحسن أنا أخذ إكليل الشهادة تضحكوا عليهم انتوا وتخوفوهم ودعيال صغيرين، اضمن خلاصهم. ايه ده؟ ايه ده؟ هو ده المعنى الحقيقي للجدعنة. طبعا الامثله دي بتجيب لنا زوايا مختلفه، يعني زوايا مختلفه لمفهوم الجدعنة. شوف واحد كده لم يبالي على الاطلاق بمنصبه، او اتنين اكشن كان ليهم منصب كبير قوي في مجمع اليهود، ولكنهم طنشوا كل ده وراحوا طلبوا جسد يسوع. عارفين هم مين؟ يوسف الرامي ونيقوديموس، ولا همهم اي حاجه، راحوا خدوا جسد المسيح وحطوه في قبر. طب ووضعكم الاجتماعي ووظيفتكم ودنيتكم، هتقولوا الحق ازاي؟ هتعيشوا ازاي؟ هتاكلوا منين؟ جدعانه. يعني الأمثلة مش عايز يعني مش هتخلص، مش هتخلص في الكتاب المقدس. مين يقول واحد زي يوسف؟ أعظم مثل للجدعنة، أعظم مثل، هروبه من الخطية، هروبه من الشهوة، جدعنة، رجولة، ورجولة حقيقية، أنه رفض أنه يخنع للخطية، يقول له كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ يا ابني جبت منين القوة دي؟ ده يعني ده انت قوي جدا. يس، جدعنة، هو ده المعنى الحقيقي للرجولة وللجدعنة، مش ان انا يعني ابقى يعني بعمل حاجات تانية. ابونا العظيم البابا أثناسيوس الرسولي، الرجل العظيم ده اللي وقف كده وقال ايه؟ لا ده انا راعي، راعي وما سيبش شعب الذئب يفترسه. وقف قدام أريوس لدرجة أن العالم كله كان ضده. قيل عن أثناسيوس لولا أثناسيوس لصار العالم أريوسيا. ولد شماس، شاب شماس، ده ما كانش لا بيه ولا عليه، ده واد شاب شماس عادي، راح مع شماس البابا وراح في دين البابا، ده ما كانوش جايبينه بابا يعني، ده هو كان شاب صغير كده وراح في ديل الباب. ولولا أثناسيوس كان ضل العالم في لاهوت المسيح. العالم كله ضدك يا أثناسيوس، قال لهم انا ضد العالم. راجل، ايه ده؟ ايه الرجوله دي؟ ايه المعنى الحقيقي للجدعنه ده؟ وامثله كتير، الفتيه الثلاثه اقول عنهم ايه؟ اقول ايه عن دانيال اللي رفض ان يتنجس بقطايب الملك؟ الواد الراجل اللي وقف وقال لا مش هسجد غير لإلهي،
الثلاث فتية اللي رفضوا يسجدوا للتمثال اللي نصبوا نبوخذ نصر ورماهم في أتون النار وقفوا برجولة يقولوا له يوزا إلهنا قادر أن ينجينا من يدك أيها الملك ومن أتون النار، وإلا لن نسجد للتمثال الطين الذي صنعته. حتى ولو ما ربنا ما نجناش برضو مش هنسجد لتمثال الطين اللي انت صنعته. رجولة إيمانية. عشان كده أحبائي إذا كنت بتفكر على جدعنة حقيقية في حياتك، دور على المعنى الحقيقي للجدعنة، إنك إزاي تتعلم من كل النماذج دي. نماذج لن تنتهي ولن يعني مش هخلص، بس هي دي المعنى الحقيقي للجدعنة صدقني. سيبك من المعنى بتاع العالم، ولعل أعظم معنى للجدعنة وأعظم معنى للرجولة عارفين هو إيه؟ التوبة. التوبة، التوبة والرجوع لربنا هو أعظم أعظم معنى إنك تبقى يعني إيه جدع. لأن مفيش إنسان جدع ما بيفكرش في خلاصه، ما بيفكرش في مستقبله الأبدي. لما الواحد بيبقى عارف إنه عمره على الأرض محدود وعمال يحسب يشوف عنده 20-30 سنة هيعيشهم من بعد ما يبدأ يفكر، يعني سي هيعيش عمره 70 سنة، فيبقى عمال يفكر وعايل هم الـ20-30-40 سنة اللي فضلله من العمر دول هيعيشهم ازاي، وهو عارف انه ممكن ما يعيشهمش بس شغلينه وهمينه وعمال يدبر لهم ويحوش لهم ويخطط لهم ويزبط لهم، وهو عارف انه ممكن جدا ما يعيشهمش اساسا، ورغم انهم محدودين فما بالي بابو قدامه أبديته ويتعامل معاها برخاوة وبعدم رجولة وبنوع من أنواع كده عدم الاكتراث أو عدم الاهتمام كده، يعني مش مهم، يعني زي ما يحصل يحصل. تعجبني قوي من الأمثلة، أعمال تلف في دماغي أمثلة بصراحة. تعجبني قوي المرأة الخاطئة، الست الجدعة دي أعظم نموذج. الست دي خاطئة والعالم كله والدنيا كلها حواليها عارفة أنها الخاطئة، لدرجة أن الكتاب سماها المرأة الخاطئة بالألف واللام، يعني مشهورة شهرة عالمية، المرأة الخاطئة، ولم تهتم بأي شيء حواليها إلا أنها داخلة ناحية هدف. إيه الهدف ده؟ رايحة أغسل رجلين المسيح وهناك أغسل معاه أدناس وخطايا نفسي واخرج من هناك مغسولة ومعطرة بعطر الغفران مش بالنردين. جدع، ايه ده؟ معنى الحقيقي للجدعنة والمعنى الحقيقي للرجولة الروحية. اخر حاجة هعكس بيها، هعمل مراية للي ابتديت بيهم عن ايه هي الجدعنة. غيابها يعمل ايه؟ غياب الجدعنة المسيحية، مش الجدعنة بتاعت الرجالة اللي هم في البطنية، لا، غياب الجدعنة المسيحية هيعمل ايه؟ يعمل ضعف، تبقى ناس ضعيفة متخاذلة كسولة، يبقى في ميوعة، ميوعة في الإيمان، ميوعة في الألفاظ، ميوعة في التصرفات. عارفين كلمة الميوعة؟ إنسان لا أنت عارفه هو عايز يعيش مسيحي ولا عايز يعيش حسب العالم، يعني حلوة دي وحلوة دي، أنا عايز أمسك العصام من النص، عايز أبقى الواد اللي up to date عليه روش. حتى كلمة روش كلمة انتهت، ده كانت كلمة قديمة قوي، يعني بقولها من أول ساعة ما ترسمت كلمة روش دي، بقت كلمة قديمة. عايز يبقى الواد اللي هو up to date كده وعايل ستايلش، وفي نفس الوقت عايز يبقى برضو روحي بتاع كنيسة وشرب متدلدل لحد هنا وفي القداس بتاع، يعني نمسك الاثنين مع بعض. ميوعة، حالة ميوعة، عارف أقول لأ ولا عارف أقول آه، لأني غابت مفهوم الرجولة. خش بقى الرياء، الرياء والكذب
والتدين الشكلي المظهري. يعني ايه التدين الشكلي؟ يعني قدام الناس نستخبى في التدين، ويبقى التدين هو يعني في فرق كبير ما بين التدين او التروح انك تتروحن او تتدين، هو بينك تعيش الايمان. فتلاقي صوره من صور بقى ايه التدين المزيف اللي هو بنسترضي بيه كل حد، المكابره والمراوغه والتبرير والاسقاط والنفاق والخنوع والتردد والسرقه والزيف والتزوير والغش ومحبه المال والطرف والزينه والانانيه والخيانه. ما بص ما تعدش كل اللي بتشوفه ده من امراض في مجتمعنا سببها حاجه واحده بس، غياب الرجوله الروحيه، غياب الجدعنه الروحيه. عشان تسترد فعلا جدعنتك الروحيه، يلا ارجع بص على المثل الحقيقي، بص على المسيح، بص على كل اللي شافوا جدعنتهم في المسيح، بص على الولاد اللي وقفوا وقفت جدعنه حقيقيه، مش ان هم سابوا اهلهم وراحوا ليبيا يشتغلوا، ما بيعملوها ناس كتير دي. الجدعنه الحقيقيه اللي بانت حقيقي لما السكينه كانت على الرقبه، هي دي الجدعنه. انما كون انه جدع راح اتغرب، ها ما احنا دي عارفينها كويس، احنا فاهمين اللي فيها، ما ممكن يكون راح اتغرب وملوش اي علاقه بالجدعنه ستيل. لكن كانت الجدعنه الحقيقيه لما اختبرت تحت السكينه، وقفت تقول كده بجدعنه برجوله، من سيفصلنا عن محبه المسيح؟ اشده ام جوع ام ضيق ام جوع ام سيف ام خطر ام سيف؟ ايه اللي يفصلنا عن محبه المسيح؟ ولا حاجه. هي دي المعنى الحقيقي للجدعنه اللي نفسي نبقى نرجع تاني نستردها في المسيح إلهنا، لكل المجد والبركة والسجود إلى الأبد، آمين. أنا متأسف مش سامع. حلو قوي السؤال ده يا أستاذ أشرف. أستاذ أشرف بيقول أنت تقصد بالمعنى ده ولا بأنهي معنى؟ بالمعنى ده. بالمعنى ده محتاج ان انا اكون جدع في نظر نفسي ولا في نظر الاخرين؟ رايكم ايه؟ لا ده ولا ده، امال في نظر مين؟ ها؟ في نظر ربنا؟ طيب عشان اريحكم خلينا ناخدها بالتدريج. اول حاجه لازم اصطلح مع الله وابقى اهم ان انا بارضي ربنا، اكون جدع في عيني الله، صح كده؟ او في نظر الله. بالتالي ده هيعمل عليا انعكاس انه هيخلي شخصيتي انا نفسي قدام نفسي ايه؟ جدع. ما هو لما يوسف وقف قال لنفسه بمنتهى القوه كده والصلابه، ها، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ تفتكر ده واحد في نظر نفسه ايه؟ راجل هو شايف نفسه. لما وقف البابا أثناسيوس وقال وأنا ضد العالم، ما هدي نظرته عن نفسه، ما ده انطباعه عن نفسه. اللي جابه منين؟ من علاقته بربنا. فعلاقتي بربنا هي اللي بتغير صورتي عن نفسي. عارفين في آية في سفر الأمثال بتقول إيه؟ وكما شعر في نفسه هكذا هو. يعني اللي هتحسه في نفسك هتكونه. يعني لو أنا قلت في نفسي أنا عيل خايب وماليش لازمة وفاشل وضايع وحاولت 100 مرة أنا مش جدع أنا مش راجل، حتى إن كنت بقاوح بره، بس أجي في لحظة كده أقعد بيني ما بين نفسي أقول لنفسي أنا عارف نفسي إن أنا مش راجل، أنا خواف، أنا أي أنا بق كده وخلاص، أنا هي ولا حاجة، هيكونوا. فهيفضل عايش في زيف وكذب ورياء، وبيلبس طول الوقت بيلبس وش قدام كل الناس
عايش بالمسكات، شيل ماسك وحط ماسك، شيل ماسك وحط ماسك على حسب الظرف اللي هو فيه، ومش عايش راجل، او مش عايش، مش شايف نفسه ان هو مش جدع، شايف نفسه انه مش راجل، ما عندوش الرجولة دي. فبالتالي الناس هتشوفه ايه؟ مش راجل. طب ايه ضرورة ان الناس تشوفني راجل؟ هل لاجل انها تمجدني؟ لا، لو هي شافتني علشان تمجدني، عشان تشكرني، عشان تسقف لي كده وتقول لي اتجوزت راجل ولا خلفت راجل، لا مش ده الهدف. الهدف ان هم لما يشوفوني يمجدوا الله، فبيتمجد الله فيا، مش كده؟ واحد وقف زي بولس الرسول كده قول ولست احتسب لشيء ولا نفسي سمين عندي. وقف الناس اللي واقفه كده تقول ايه ده، ماله ده، ايه اللي يخلي مرجرجس يتعصر في الهمبازين ويشيله ويروح رميه في بتاعه النار ويلفه تحت النار ويطلعه، ايه ده؟ ما هو ده شهاده لله في نظر الناس. فعلشان كده هي بتبتدي كده، انا اهم حاجه عندي رجولتي في نظر الله، ثانيا في نظر نفسي تتشفي، تتصلح الصوره البايظه عندي، ثالثا اقدر اعمل ده قدام الناس. سؤال تاني؟ اتفضل. هل ليها سلبيات ناخد بالنا منها ولا عاده مش هيبقى ليها اي سلبيات؟ لا بص، ما هو كلكم سمعت السؤال، بيقول الجدعنه الروحيه، قلت لها ايجابيات كتيره، لكن هل احيانا ممكن يبقى لها سلبيات؟ لو هي حقيقيه ما ينفعش يبقى لها سلبيات، لو هي حقيقيه. انما احذر من ايه؟ احذر من زيف الجدعنه الروحيه. يعني ايه؟ يعني ان انا اتظاهر بجدعنه روحيه. عارف لما قداسه البابا شنوده كده قال مره، كان بيتكلم عن الاتضاع، فقال ايه؟ ما اتضاعي الا لون من كبريائي. طبعا بص العظم، بص الرجل الحلو ده، يعني الله ينحنا نفسك يا سيدنا. قال ما اتضاعي الا لون من كبريائي، يعني انا بتضع بس ده لون من الوان ايه؟ الكبرياء المزيف اللي جوايا، علشان اتمدح منك وتقول لي ان انا ايه؟ متضع. فاحذر من ان اليقين اللي جواك، زي ما قال ابونا كده، ابونا موسى رشدي في الترنيمه بتاعت خليني حر، الترنيمه دي حلوه قوي قوي، اشجعكم انكم تسمعوا الترنيمه دي وتتاملوا في كلماتها. اللي هممني ما كنش زيف لابس يقين. انا ممكن اكون زيف عايش حياه زيف جوه، بس لابس اليقين، بتكلم باليقين، باظهر للناس اليقين، ولكن اللي جوه ايه؟ زيف. فخد بالك لالا انخدع بهذا الزيف في الجزء الروحي. نوت بشوي، هو بس انا جيت متاخر يعني ما حضرتش من الاول، بس هتكلم. خد منه غرامه لو سمحت. هتكلم بس على حتة ماري جرجس. ما أنا لو هاخد القديسين كمثال للجدعنة، ما هو مش جدع يعني، دي مش جدعنة، مش هيقيس الجدعنة بالقديسين، لأن القديسين دي حياة معاشة بالنسبة لهم، هو من صغره هو عايش كده، فبالتالي الآخر هو هيبقى كده. لكن إزاي أقيس الجدعنة الروحية على شخص روحي مر بكل التجارب الحياتية اللي أي حد بيمر بيها، لكن فعلا قدر بينه وبين نفسه يقول أنا جدع، والناس تقول عليه إن هو فعلا جدع، يعني من الآخر ما يختلفش عليه حد. لأن دايما لما يجي مثلا نقول لحد اتمثل بكذا يقولك لا، هو أنا أروح فين في ماري جرجس، أروح فين في ماري مينا، هروح فين في القديسين دي. ففي أمثلة عملية موجودين، فإزاي أنا أقيس نفسي على الجدعان دول؟ طبعا واضح جدا من كلامه ان هو ايه جاي ايه متاخر اكيد يعني. انا ادعوك انك تروح تعيد اللايف، مش ده لايف، عيد اللايف واتفرج عليه كده وانت يمكن تلاقي اجابه. مصدر كان ايه ده؟ اجابه الموضوع كله. لا بص هقولك على حاجه، احنا كان قلنا في الاول كمال المثل بتاعي مين؟ الرب يسوع تبارك اسمه، هو اللي قال تعلموا ايه مني، بس حدش في الوجود يقدر يقول تعلموا مني لاني وديع متواضع القلب. فاحنا كمال المثل بتاعنا كان المسيح،
وهو ده اللي انا المفروض اللي انا بعيش يعني اكوردنج تو في كل حاجه في حياتي، مش كده؟ ده جهادي، موضوع جهادي ان انا اعيش بحسب صوره المسيح، ان انا انمو لاوصل ان انا ابقى صوره المسيح. فكنا قلنا في البدايه ان الجدعانه الحقيقيه اللي اكتملت في المسيح كانت في انه يجول يصنع خيرا. في جدعانه اكتر من كده؟ في رجوله اكتر من كده؟ هو ده كان ده كان معنى. لكن ماري جرجس شفنا في صوره من صور الجدعانه، مريمينا شفنا في صوره من صور الجدعانه، ام الغلابه شفنا فيها صوره من صور الجدعانه. انا مش عايز اقول، انا عندي امثله كتيره جدا جدا. انا كان عندي خادم في مصر، للاسف انا لغايه دلوقتي ما جاتنيش فرصه ان انا اتكلم عنه، الله يناح نفسه، رشا تعرفه، اسمه سيس فؤاد نجيب. هذا الرجل يعني فعلا يعني قال قداسة البابا شنودة ان فمي يتقدس عند ذكر اسم انبا ابراهام اسقف الفيوم. انا فم، انت عارفه طبعا يا سعيد، فمي يتبارك وذهني يتقدس حينما اتذكر هذا الانسان اللي تنيح من 40 يوم. انا يعني انا رايت قديسا، شفت يعني ايه قديس، شفته بعيني، تلامست معاه، عشته، كلمته، خدمني وخدمني وانا كاهن، حتى وانا كاهن خدمني، وانا كاهن كان بيعلمني. فرايته جدعا، رايته قديسا. ما عنديش وقت ان انا اقعد اتكلم عنه، انا هعمل فيديو اكشوالي يعني هتكلم فيه عنه، بس يعني بس مش عشان برضو مش عشان نمدح فيه، بس عشان نتعلم منه ونخلد هذه الذكرى العطرة. يعني عايز اقول ايه، تقول لي ايه الاستاذ فؤاد ده كان ايه؟ كان صورة المسيح، كان يقول يصنع خيرا مع كل انسان يراه. اقول لك الراجل ده كان مفيش مخلوق من المخدومين بتوعه اللي عدوا عليه ما كانش حافظ تواريخ ميلادهم ويهنيهم في عيد ميلادهم. مفيش واحد عدى في الكنيسة لما اتخدم منه، مفيش، سواء بطريق مباشر او غير مباشر، ممكن يخدمك بطريق غير مباشر. بس صوره هذه الصوره مش ما اقولش مرش بكل الظروف، لا، مر بكل الظروف. طب هم الولاد بتوع شهداء ليبيا، هم دول يعني صدقني يمكن بيرلي كان، يمكن تلاقي ناس منهم بيرلي يعني حافظ مزمور. انا ما اعرفش الناس، ما اعرفش اظلمهم يعني، بس يعني ربنا ينفعنا ببركاته. بس هنا في معنى حقيقي جوه، ده اللي لازم نتعلمه، ده اللي لازم نفهمه، ان احنا نظهر صوره المسيح، ان احنا نبقى دي الجدعانه الحقيقيه، مش الجدعانه المتغيره. مش هتكلمنا على حاجه اسمها الجدعانه المتغيره بتاعت الثقافات والمجتمع يعني. اشكركم. حاجه تانية؟ خلاص احنا بس كده. شكرا خالص، ربنا يبارك لكم ويعوضكم ويديم خدمتكم وفرحكم يا رب. بنشكر سابونا وبنشكر ربنا انه بعت لنا رسائل النهارده يعني دسمه، وحاجه فعلا تنمينا وتنمي حياتنا الروحيه وتكون يعني سبب في خطوات يعني جاده في حياتنا. بشكركم وبشجعكم ان لو حد حابب انه يكون في الصورة الحلوة اللي أبونا أتكلم عنها النهاردة، زود وقتك شوية مع ربنا. يمكن هو دي الحل. يمكن كتير ساعات بنفكر طب أوصل لده إزاي، أو أكون في الصورة دي إزاي. زي ما دايما بقول وهفضل دايما أقول، موسى لما كان بيطلع الجبل كان بينزل إيه؟ وشه منور. موسى ما كانش بيعمل حاجة أكتر من إن هو كان بيبقى قاعد قدام ربنا. اقعد مع ربنا اكتر، هتلاقي الجدعانه دي جت فيك، هتلاقي المحبه جت فيك، هتلاقي حاجات كتير قوي جت فيك، بس من انك تطول المده شويه. في شغل متاح في جاز ستيشن لو حد بيدور على شغل، وفي كمان يوم الثلاثاء الجاي بنعمه ربنا هيكون في عرض من حلقات سلوكات مصريه، بنشجعكم تحضروا معنا وتفضلوا نرنم ونصلي مع بعض. هل جلست في هدوء
الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير فيبصر حتى الضرير ناسي حدا مع السكيبة من عيون البسطة نازع الحزن الحزانة زارعا فيهم عزاء غافرا كل الخطايا شافيا من في هدى رافعا كل البلايا دافعا عنك الشقاء رافعا كل البلايا دافعا عنك الشقاء يسيح الجبال ينادي تعالى بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير فيبصر حتى الضرير هل تزوقت سلاما ونعمت بالف من مسيح بدماه علم الدنيا العطاء بصوت يهز الضمير يشيع السلام ينير الظلام فيبصر حتى الضرير فيبصر حتى الضرير طلب صغير كل حد يغمض عينه دلوقتي فكر حتى في آخر كلمة في الترنيمة بتقول فيبصروا حتى الضرير اعتبرني يا ربي ضرير خد أي كلمة لمستك النهاردة خد أي حاجة لفتت نظرك أو ربنا نورها قدام عينيك وصلي بيها الدقيقتين اللي جايين دول لو كنت شبعت بطريقة ما من كلمة ربنا لو كنت كلمة لمستك ما تضيعش الفرصة لأن ممكن أول ما نطلع من الباب دلوقتي هنتشغل في حاجات كتير جدا استغل الدقيقة اللي جاية دي وامسك في كل كلمة أنت سمعتها ولمستها قول يا رب نفذها فيا اعمل ده يا ربي فيا أخيرا يا رب وليس أخيرا بصلوات من الطاهرة العذراء مريم صلوات كل مصاف قديسيك يا رب ادينا نعمة ثبت يا رب كل كلمة سمعناها ولمستنا فينا يا رب يمكن يا رب في كلام كتير اتقال النهاردة ولكن الكلمة اللي لمستني دي يا رب بصلي من أجلها بصلي انك تثبتها في قلبي بصلي انك تغيرني يا رب بصلي انك تعملني شخص جديد شخص يكون بمثل صورتك انت يا رب صلوات من الطاهرة العذراء مريم كل مصاف قديسيك يا رب اسمعنا لما ندعوك بكل شكر يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الآتي أعطينا اليوم اغفر لنا ذنوبنا
كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. تعيشوا وتصلوا. في قداس بكرة الساعة 6:30 اللي حابب يحضر، ومفتوح من غير حجوزات، اللي حابب يحضر قداس بكرة من غير حجوزات.